روسيا أدخلت منظومات عسكرية متقدمة لأرض الحرب الأوكرانية من شأنها أن تغير شكل هذه الحرب بالكامل وتضع الأوكرانيين في مشكلة حقيقية من أمرهم. هذه الأنظمة التي نتحدث عنها هي 1B76، وهي منظومات وأنظمة خاصة في عمليات الاستطلاع الصوتي والحراري. طبعا الوكالات الروسية تحدثت بشكل رسمي بهذا الشكل يوم أمس عن استلام وزارة الدفاع الروسية شحنة من هذه الأنظمة العسكرية المهمة، وهذه الأنظمة أساسا قد استخدمت في الحرب الروسية الأوكرانية سابقا. هي ليست الأول مرة التي تدخل فيها هذه الأنظمة، ولكن على ما يبدو بأن هذه الشحنة كبيرة، خاصة وأن الروس سعداء جدا مع أدائها في السابق، وهذه الشحنة يبدو بأن للروس خطة كبيرة جدا في استخدامها. ما الذي ستفعله هذه المنظومة يا ترى؟ بمجرد ما هذه المنظومة، على سبيل المثال إذا ما أخذنا شرق أوكرانيا كما تلاحظون هنا، أقليمي دونباس، لوغانسك ودانييتسك، بمجرد ما تدخل إلى أرض المعركة فهي ستكون قادرة على كشف مواقع وإحداثيات المدفعيات الأوكرانية أو المدفعية الأوكرانية مع المنظومات الصاروخية، مع المضادات الصاروخية، مع الصواريخ التكتيكية. ستستطيع من معرفة جميع مواقعها مباشرة. كيف من الممكن لها أن تفعل ذلك؟ هي من خلال ترصد وتتبع الموجات الصوتية والموجات الحرارية التي تصدر من المدفعية على سبيل المثال. بمعنى آخر، بمجرد هذه المدفعية ما تقوم باستهداف القوات الروسية على سبيل المثال في لوغانسك، فهي قادرة على تتبع هذه الموجات وتحديد موقعها خلال 5 ثواني فقط. مواقع وأحداثيات دقيقة للغاية هي قادرة على كشفها، وبالتالي تصبح كل مواقع المنظومات الصاروخية والمدفعية وغيرها الأوكرانية متاحة للروس من أجل أن يستهدفونها. وهذه المنظومة قادرة على العمل في كل الأوقات، حتى في الشتاء القارس، درجات حرارة متقلبة هي ستعمل من دون أي مشاكل. وطبعا هذا التقرير وهذه التفاصيل الرسمية القادمة من وزارة الدفاع الروسية هي تأتي في ظل تقارير غربية، بل كلام رسمي قادم من البيت الأبيض عن أن هنالك شحنات للطائرات المسيرة الإيرانية من شاهد 136 المفخخة مع الصواريخ البالستية الإيرانية ستصل إلى روسيا. وإذا ما جمعنا هذا الأمر مع الإمكانيات الصاروخية الروسية التي تمتلكها من صواريخ الكروز، من طائرات الميغ والإمكانيات الأخرى، كلها ستجعلها قوية للغاية لتوجيه ضربات كبيرة لهذه النقاط التي ستصبح متاحة من دون أي عناء ومن دون محاولة التسلل لهذه النقاط عن طريق الطائرات المسيرة وغيرها. وخاصة بأن هذه المنظومة، ويجب أن ننتبه إلى هذه القضية، هي قادرة على التحرك، وهذه مسألة مهمة للغاية. قد يعتبر البعض بأن هذه المنظومة من الممكن لحلف الناتو، من الممكن للأوكرانيين أن يكشفونها ويكشفون موقعها ويستهدفونها. الأمر ليس بهذه السهولة، بسبب أن هذه المنظومة هي لا تعمل بالموجات الشعاعية، وهذه الموجات طبعا الشعاعية هي مفيدة للغاية عندما تقوم باستخدام المعدات الإلكترونية. أي بما معنى بأن عدم استخدام الموجات الشعاعية من هذه المنظومة لا يمكنك من ضبط موقعها عن طريق الحرب الإلكترونية أو المعدات الإلكترونية، وبالتالي أنت بحاجة لعملية التحليق أو الرصد من بعيد على أرض المعركة. قد تلاحظ هذا الأمر طبعا هذه المنظومات وتغير موقعها، وبالتالي من الصعب للغاية ضبط هذه المنظومات. وواضح جدا بأنها ستعطي فائدة كبيرة بالنسبة للقوات الروسية عندما تقوم على سبيل المثال بالتقدم في دانييتسك هنا. فالأرتال الروسية الآن، بعد الآن الجنود الروس عندما يحاولون التقدم ومهاجمة الأوكرانيين، فإن الروس أو الأوكرانيين ستتعرض كل منظوماتهم والمدفعية إلى ضربات عنيفة للغاية من هذه المنظومات بعد تحديد مواقعها، وبالتالي لن يتمكنوا الأوكرانيين من استهداف الأرتال الخاصة بالروس من أجل إضعافهم ومن أجل الدفاع بشكل فعال. وهذا يعني بأن الهجمات الروسية على المستوى الأرض أو على مستوى الأرض ستكون خطيرة للغاية، وستمهد لهم هجوما كبيرا قد نراه في الأيام القادمة. لماذا قد نرى هجوما كبيرا هنا رغم أن الحديث أن هذه الحرب تباطأت؟ الحديث ما سيجري في الشهرين وفي 3 أشهر القادمة مع الأنباء لهذه المنظومة التي تحدثنا عنها، الـ IB76 بنسلين الروسية التي ستدخل إلى أرض المعركة. كان هنالك لقاء مهما للرئيس الروسي فلاديمير
فلاديمير بوتين قام به بشكل مفاجئ، زار مقر القيادة للعملية العسكرية الخاصة وأهم القيادات والقادة الموجودين الذين يقودون هذه المعركة في أوكرانيا، زارهم بشكل مفاجئ، ظل لساعات طويلة والتقاهم وطلب مقترحاتهم عما ممكن أن تفعله روسيا في القادم على المستوى طبعا الفوري عسكريا وكذلك على المدى المتوسط. وكانت هذه اللقاءات بحضور وزير الدفاع الروسي وكذلك رئيس هيئة الأركان العامة الروسية، بل إنه يوم غد سيكون في عملية زيارة مهمة للغاية إلى بيلاروسيا للقاء الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو. البلومبرغ وجدت بأن هذا اللقاء هو مهم للغاية، ومن النادر أن تجد الرئيس الروسي يذهب إلى لوكاشينكو خاصة في فترة الحرب خلال هذا العام. نحن نرى لوكاشينكو يذهب إلى الرئيس بوتين، ولكن هذه المرة الرئيس بوتين يذهب للوكاشينكو، وواضح بأننا قد نكون أمام صفقة لترتيبات لهجوم كبير قد يكون قادما على طبعا أوكرانيا، خاصة وأن هنالك تحركات كبيرة في الداخل البيلاروسي على مستوى الدبابات بعد عملية الترابط الكبيرة التي أعلنتها بيلاروسيا وروسيا بأنهم تشاركوا استراتيجيا على المستوى العسكري. تحركات للدبابات كثيرة تأتي في الداخل البيلاروسي، مثل على سبيل المثال هذا المقطع الذي ترونه، قبل 4 أيام فقط كانت هنالك تحرك لعجلات بهذه الطريقة، قد تعتقد بأنها في أوكرانيا، قد تعتقد بأنها في الداخل الروسي، ولكن الأمر ليس كذلك. لنحدد هذا الموقع، كما نلاحظ نحن أمام منزل كبير وبأن له شكل خاص، الشكل هنا مهم للغاية بالنسبة إلينا لتحديد هذا الموقع. واضح بأننا أمام هذا الطريق، أمام سياج عال في هذه المنطقة، هذا المنزل واضح بأنه في مساحة مفتوحة وليس بجانبه أي منزل على الأقل في النقطة التي يتواجد فيها، وواضح بأن تحرك الدبابات يأتي بهذا الاتجاه. وأيضا هنالك منزل مقابل يبدو بهذا الشكل، وهو على ما يبدو بأنه ثاني منزل من هذا الاتجاه، مع شكل لهذا المنزل الذي ترونه أو الكوخ الصغير أو المخزن الصغير، يبدو بأنه ثاني منزل هنا بهذا الاتجاه. وعلى هذا الأساس يبدو بأننا أمام علامات كافية من هذه المنطقة. وإذا ما قمنا ب إلقاء نظرة على هذه التحركات العسكرية البيلاروسية على ما يبدو، أو حتى الروسية، دبابات هناك أساس الروسية وعساكر الروس موجودين، وقلق غربي كبير من هذه التحركات التي تأتي هنا. كما تلاحظون هنا سيتوقف المقطع، دعونا نكبر هذا المقطع قليلا لأن هنالك نقطة مهمة هي نقطة موقف الباص الذي تلاحظونه هنا، موقف باص واضح وعلى ما يبدو مبنى سقفه باللون الأخضر، الثلوج واضحة، الشتاء واضح على هذه المنطقة. إذا دعونا الآن أن نذهب للقمر الصناعي، هنا أوكرانيا، هنا بيلاروسيا. ما تم تداوله عن هذا المقطع بأنه موجود في منطقة أو مدينة في بيلاروسيا يطلق عليها سلومن. لنذهب إلى هذه المدينة لكي نحاول أن نرى هل فعلا هنالك تحركات عسكرية في بيلاروسيا كما شاهدنا في الشهرين الماضيين. هذه هي المدينة المذكورة بالاتجاه إلى جنوبها، ستلاحظون بأننا أمام هذه الشوارع، نلتف إلى اليمين قليلا، ليس هنالك شيئا واضحا من هذه المنطقة. إذا ما عدنا بالتاريخ قليلا إلى عام 2015 على الأقل، سنلاحظ بأننا فجأة أمام علامات ستكون مفيدة للغاية. كما تلاحظون هذا الشارع يبدو بأنه شارع عادي، ولكن واضح بأننا أمام سياج، أمام هذا المنزل الذي ترونه، وهو منزل واضح بأنه كبير، وواضح بأننا تقريبا أمام نفس الشكل الذي كنا نتحدث عنه. هذا هو موقف الباص على ما يبدو، أو موقف الحافلات المتواجد هنا، وأيضا المنزل أو المبنى الذي يبدو سقفه باللون الأخضر يبدو بهذا الاتجاه، والمبنى المقابل الذي قد تحدثنا عنه هو يأتي في هذه المنطقة التي ترونها بهذا الاتجاه. هنا كما نلاحظ فإننا أمام هذه المباني ونفس النقاط تماما التي تحدثنا عنها، ليس هنالك فرقا كبيرا عن النقاط، وبالتالي كل شيء متشابه. واضح بأن الدبابات كانت تتحرك في هذه المنطقة، وعلى هذا الأساس هذا تأكيد كبير على أن هنالك تحركا يجب أن يذكر، يجب أن ننتبه إليه. وهذه المنطقة تحديدا إذا ما قمنا بتحديدها قد يجد البعض بأنها في وسط بيلاروسيا وأن لا تأثيرا لها، الأمر على العكس تماما، فالمنطقة تقريبا التي تحدثنا عنها هنا هي لا تبعد إلا ما يقارب 93 كيلومترا من الحدود مع بولندا،
وأيضا على مسافة 123 كيلومترا عن الأراضي الأوكرانية. وسبق أن كانت هنالك مقاطع قد عرضناها في السابق وعرضت على الجميع للقوات الروسية والقوات البيلاروسية وهي تتحرك على الحدود، وهي التي جعلت الظروف صعبة للغاية والغرب أن يستنفر مع هذه التحركات في ظل تقارير بأننا أمام هجوم. تقارير كثيرة الآن غربية قد نشرت عن طبيعة هجوم قادم مثل الفورن بوليسي من قبل روسيا تحديدا على داخل الأوكراني، هجوم جديد تحدثت عنه الفورن بوليسي، تحدثت عنه ذا تايم البريطانية، تحدث عنه يانس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف الناتو. الرجل قال بأننا علينا لا نستهين أبدا بالقدرات الروسية وما هو قادم من روسيا، وبأننا فعلا سنكون أمام هجوم قادم، خاصة وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمتلك الأرضية التامة، يمتلك الدعم من الشعب الروسي للاستمرار بهذه العملية العسكرية. ليفادا سنتر، مركز ليفادا الذي ترونه، قام بدراسة منذ بداية الحرب كما تلاحظون منذ مارس عام 2022. الحرب بدأت قبل ذلك ولكنها بدأت بعملية استفتاءات لترى هل الشعب الروسي راضي عن هذه الحرب، هل هو داعم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هذه الحرب باللون الأزرق واللون الأسود، هي قبول وموافقة ورضا من الشعب الروسي بالاستمرار بهذه المعركة. لاحظ أكثر من 75% بالنسبة للنسبة في مارس، وأصدروا دراسة جديدة في نوفمبر ووجدوا بأن المعادلة وبأن النسبة متشابهة تماما، نحن تقريبا على 75%. ليس هنالك أي عملية تذبذب كبيرة قد جرت في آراء الروس، وبالتالي واضح جدا من السؤال هل أنت راضي عن العملية العسكرية في أوكرانيا؟ الأمور لا زالت مستمرة، وبالتالي الرئيس الروسي لديه كل القدرات الآن للاستمرار بهذه الحرب. قد يفسر الكثير من التحركات التي نراها، وأيضا يفسر معلومات استخبارية نشرت على The Guardian البريطانية من قبل الأوكرانيين، هذه المرة تصريحات واضحة جدا من الأوكرانيين بأن الهجوم سيكون قادما هذه المرة على العاصمة الأوكرانية كييف. لن يكون الهجوم على العاصمة الأوكرانية كييف بالصواريخ. الوجود طبعا الذي نتحدث عنه هنا، وهذه قضية يجب أن ننتبه إليها، بأن الوجود الروسي الآن مع الوجود البيلاروسي في هذه المنطقة هو أقلق الولايات المتحدة الأمريكية، جعل الجيش الأمريكي يتواجد في بولندا، جعلهم يتواجدون أيضا في رومانيا أن يناورون وغيرها، بسبب أن الأنباء كانت تتحدث بأنهم سيهاجمون نقطة إمداد السلاح التي تأتي من بولندا مباشرة إلى داخل الأوكراني، يريدون قطع الإمدادات. هذه المرة المعلومات في الجارديان تتحدث بأن الهجوم سيكون قادما على العاصمة الأوكرانية كييف على المستوى البري لغزو كييف مرة أخرى، وهذا سيكسبهم الكثير، سيكسبهم مسألة التواجد، مسألة التقدم والمكاسب في شرق أوكرانيا، في خيرسون وغيرها، ويضع ضغطا كبيرا جدا على كييف، خاصة وأننا يجب أن ننتبه بأن هذه التحركات التي تأتي من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاجتماعات، المنظومة التي تحدثنا عنها وهي الـ 1B76 للاستطلاع الصوتي والحراري التي دخلت إلى هذه المعركة، هي تأتي كلها في ظل أنباء سمعناها الأسبوع الماضي، منتصف الأسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تخطط لإدخال هذه المنظومة وهي منظومة الباتريوت لحماية الأجواء الأوكرانية، لحماية ما يمكن أن يكون قادما من روسيا عبر الأجواء الأوكرانية على حلف الناتو. بدأ يتحرك بسرعة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خاصة وأن الجمعة الماضية كان هنالك هجوما خطيرا قد تم على العاصمة الأوكرانية كييف بصواريخ الكروز الروسية، ضربت البنى التحتية ومراكز القيادة ومقرات القيادة ونقاط الطاقة الموجودة في كييف بعنف كبير للغاية. نتحدث عن أكثر من 70 صاروخا قد استخدمت في هذه الضربات، جعلت كييف خلال 48 ساعة من دون أي طاقة كهربائية. من الجمعة حتى صباح هذا اليوم أعلنت كييف بأنها تمكنت من عملية إعادة الطاقة، حتى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد صرح وثبتت هذه التصريحات في صريح العبارة، أو كان قد تحرك تجاه الكونغرس بحسب الأسوشيتد بريس، طلب من الكونغرس 37 مليار دولار من أجل ترميم البنى التحتية
الأوكرانية وبشكل عاجل للغاية. طلب الموافقة على هذه المسألة لأن أوكرانيا في موقف صعب للغاية، فواضح الضغط الكبير الآن الروسي قد يأتي بشكل سريع للغاية، وخاصة وأن المعلومات الأوكرانية التي تحدثت بأن هنالك غزوا على كييف بحسب The Guardian أن الغزو سيبدأ في نهاية فبراير القادم من العام القادم، وهم يريدون ضرب كل البنى التحتية، إنهاء التدفئة، إنهاء الاتصالات. قد نكون أمام ضربة أكبر من ذلك لقطعها حتى عن الأقمار الصناعية للقيام بهجوم عنيف للغاية على كييف ولضغطها، وقد يكون للسيطرة عليها وتتغير المسائل تماما. وطبعا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هي أصبحت في مرحلة قلق ليس فقط من التحرك الروسي أو التعاون الروسي البيلاروسي، بل أيضا التعاون الروسي الإيراني، صواريخ بالستية، طائرات مسيرة على الطريق، وأيضا القلق على الشرق الأوسط في ظل هذا التعاون والطلبات الإيرانية التي جعلتها أن تساعد روسيا. ويليام بيرنز وهو مدير الوكالة أو وكالة المخابرات الأمريكية CIA تحدث قبل يومين بهذه الطريقة مع PBS نيوز أور، كان قد تحدث بشكل واضح بأن القلق الآن الأمريكي وما تراقبه CIA هو ما ستتحصل عليه إيران على مستوى الأنظمة الدفاعية. أبدى قلقه تماما من عملية مشاركة دفاعية وتشارك دفاعي كبير بين إيران وبين روسيا، وأن هذا من الممكن أن يشعل الشرق الأوسط، في إشارة إلى منظومة S-400 الروسية إذا ما تحصلت عليها إيران ستحمي طبعا المفاعلات النووية الإيرانية، في ظل تصريحات قد صدرت يوم أمس من حسين سلامي وهو مدير الوكالة الذرية أو وكالة الطاقة الذرية الإيرانية، قال بأن قدرة التخصيب كما تلاحظون لليورانيوم في إيران وصلت إلى أكثر من ضعف. بالأحرى في التفاصيل عندما تقرأها ستجد بأنه تحدث عن أكثر من ضعفين في رقم قياسي لعملية القدرة على التخصيب، أي بما معنى بأننا قادرون الآن على القفز لـ90% بسرعة وأن نصل للقنبلة النووية. وجود هذه المنظومة قد يعني الوصول للقنبلة النووية، وقد يعني بأن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية سيعجلون من مهاجمة المفاعلات النووية ويضربونها، ويعني فوضى كبيرة في الشرق الأوسط لا يريدها أحد أبدا. الجميع يدفع للدبلوماسية، ولكن الظروف تبدو صعبة، تبدو مختلفة، وجميع يترقب فعلا ما الذي سيحدث في هذه ومع هذه التحركات الروسية حتى على المستوى الاقتصادي.